تبيع، انا مش بتاعت الحاجات دي. صارت تبيع حاجاتي، انا مش عايزه، بس انا مش بتاعت الحاجات دي. صارت تبيع حاجاتي، انا مش بتاعت الحاجات دي. صارت تبيع. يا لهوي يا لهوي، صارت تبيع. يا لهوي يا لهوي. التليفون يا اخويا. استر يا رب، راحوا بيرين. الو. ايوه يا بيه، الست موجوده؟ لا مش موجوده، خرجت. طيب ممكن اكلم البنت سناء؟ لا سناء، سناء مش هنا، انا مشيتها لانها بنت مش نظيفه بصراحه بقى. ويا ريت يا وداد لو تشوفي لنا واحده غيرها. هو في حد قال لك حاجه ولا ايه يا وداد؟ لا يا بيه لا يا بيه، الحمد لله. عموما خدت الشر وراحت خلاص. ده انا اشوف لك ست ستها ولا يهمك. مع السلامه يا بيه. طمنيني. الحمد لله كويس، الحمد لله. بقول لك ايه، لو عايزه اليومين اللي انت اشتغلتيهم هجيبهم. انا مش عايزه حاجه خالص، الله الغني. انا الحمد لله خلاص، ربنا سترها معايا. فوتك بعافيه بقى. عطية، مش ناسي حاجة يا راجل. زي ايه يا حبيبتي؟ فكر شوية. الله، أنا مش بوستك ولا البوسة ما عجبكيش، ما عجبكيش نعيد. أي حاجة منك بتبقى حلوة، بس فكر. الله، فكريني يا وليا إن كنت ناسي حاجة. أولية دي يا أخويا، شايفني واقفة لك لابسة لك عباية سودة؟ ولا واقفة لك في طابور العيش؟ وهي اللي واقفه في طابور العيش مش بني قلبه برضه، بس انت بقى احلى من 30 واحده من اللي بيقفوا قدام طابور العيش. بتبقى واحد تاني وانت مش واخد الحبايه يا عطيه، هو ده اللي انت ناسيه. لا انا مش ناسيه، انا نفسي ابطل. وانا ساعديني يا حبيبتي. هو انت مش قلت لي ان ما فيهوش ادمان ولا حاجه؟ يا خراب، ده ابو الادمان يا اخويا. يعني هيجي اوحش من الحشيش ولا الافين اللي الناس عماله تشرب؟ بتنسيني ان انا متجوزه واحد قد ابويا وانت واخد. دخلت في السلك الشائك. خلاص يا ستي هناخده، هات الشريط كله وانا بلبعهولك. خد يا حبيبي، مفيش منه النسواني عطيه. بوب 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 بوب. ده انت بقى عايزه تقوم حرب اهليه ليليه. يابا مش كنت عملت لي توكيل على فضلك انا المعاش بدل الشطاطه دي كل شهر؟ عشان تهب في نص المعاش. طول عمرك شايفني بنت شمال وحرامية. يا ريتني بشوف عشان كنت اعرف اربيكي. طب اقفل على الحوار ده يابا. ها القهوة قربت اهي قدامك. ايه ليه؟ عايز اشرب شوية شاي. ما تشرب في البيت. عايز اتهوى واشرب كوباية شاي. تعال. فين؟ ادي يا سردينة. ايوه. اعمل شوية شاي لابوي. حاضر. لما يخلص بروح على البيت. عيني. انا قابلتها تعويرة. مين اللي بيقول تعويرة؟
هو فين ابن الكلب ده؟ خلاص يابا. خلاص يا عم خميس اعصابك، هو انا غلطت ولا ايه؟ سيبك منه بقى يا العبيط. كده بقى يا بنت خلاص بقى يا بيه، ده بقى اتكل على الله ولمها، ده راجل كفيف. ماشي يا عم عشان راجل خفيف، بس انا ما غلطتش في الشريفه يعني. شريفه غصب عنك وعنك. هو فين ابن الكلب؟ يعني انا هخلط عشان ابوك. بنتي برقبت اهلك كلهم، اوعى اوعى فخم بنتي. خلاص حرمونا نروح على القهوة كمان. طلعي جايبالي الكلام يا بنتي الكلب يا واطية. ما خلاص بقى يا والله. في الرايحة والجاية العيال عمالة تقول لها يا تعويرة يا تعويرة. الحمد لله نعميت عشان ما اشوفش اللي بيحصل ده. يا بنت الكلب دي هي اللي غازه راسنا في الطين، وهي مخلينا لا عارفين نرد ولا نصد مع الناس. ما خلاص بقى ياما، هي البين الله. شايفه عمايلك يا واطيه؟ خلاص بقى يا خميس صلي على النبي بقى. يابا انا اشرف بنتي في الحاره وانت عارف. ابوس ايدك استني عليا لما اموت وبعدين اتنيلي. اعملي اللي انت عايزه تعمليه، بس سيبيني اعيش اليومين اللي فاضل لي في الدنيا. ماشي وانا رافع راسي. يعني اولع في نفسي يابا عشان تستريح؟ وطوا صوتكم بقى، كفايانا فضايح. وانت ما تبقاش تخرج معاها تاني ادام ده بيجيب لك النكد. يلا نجري قطعي بقيه البطاطس. تكنيه غير مناسب ولا ايه يا حاج؟ لا يا ابني البيت بيتك يا ليلى. ليلى حطي هذه البطاريه عندك. حاضر يا اسطى. تعبت نفسك يا اسطى قطيعه تقطع البطاريات وسننها. تقولي يا حاجه دي اختي، ان ما كنتش اتعب عشانها اتعب عشان مين؟ ازيك يا استاذ سعيد؟ ازيك يا ابله ليلى؟ عرفتك البطاريه؟ لا شغلتنا يا ابله، اديني بس المفاتيح عشان الواد ينزل يركب البطاريه. الله يخليك يا استاذ سعيد، تعبناك والله. تعبك راح يا ابله. ولا ركب البطارية اللي قبلها يلا بسرعة. اتفضل. اجيب لك حاجة تشربها ولا اجيب لك لقمة تاكلها؟ ربنا يخليك يا حاجة، والله بتفكرين بالمرحوم امي، ربنا يديكي طولة العمر. من بعدها عمري ما اكلت لقمة حلوة. بقول لك ايه، عندنا شوية كفتة رز يستاهلوا بقك. ربنا يجعله عامر يا حاجة، ان كان لابد يعني شوية شاي سكر خفيف. خليك انت يا ليلى، أنا هعمل الشاي. العربية تعبانة أوي يا أبلة ليلى. إيه وأنت بس إنك تغيريها وأنا أجيب لك عربية صاحية وهتدفعي واحدة واحدة. لما أفكر حبقول. أنت بنت حلال يا أبلة ليلى وتستاهلي كل خير. الله يخليك. إنما أنت ليه ما اتجوزتيش لغاية دلوقتي يا أبلة ليلى؟ نصيب يا أستا سعيد. كل شيء نصيب. لا ده انت زي الفل وما فيكيش عيب، لازم تتجوزي. قول لها يا اسطى دي ياما رفضت عرسان زي الفل. لا معلش يا حاجه ما تخصميش عليها الا الجواز، لازم تبقى مقتنعه طبعا. وبعدين قبل ليلى اوعي تقولي يعني انك كبرت وبورت وعنستي. لا ده انت زي الفل، ده انت في عزك في عزك. اه والله العظيم يا قبل ليلى انت متزنه وعاقله ورزينه، غير بنات اليومين دول يا حاجه اللي كلهم روشانه. ان شاء الله ربنا هيرزقك بابن الحلال. ربنا يسمع منك. طب قوم انا بقى دوشتكم بالاذن. كمل الشاي يا اسطى، احنا عندنا بنات لسه عايزين يتجوزوا. شفتي ودمها خفيف كمان. بالاذن يا حاج. مع السلامة يا اخوي. السلام عليكم. اتفضل. ناقصة ايه دي بس يا رب؟ ناقصة ايه؟ ان شاء الله ربنا هيكرمك يا ابو ليلى.
صباح دي كل يوم ترجع الحته شايله الكيس ده في السعاده. يا ترى الكيس ده في ايه يا بيتا؟ في فين؟ يا عم ركز يا عم في الدماغ. الفنه صغيرتين خير. يس. لا حشيش بيحوق ولا برشام. طب ايه؟ نطلع سلمه؟ سلمتين ثلاثه احسن لنا ايه يعني؟ اوديخي فين؟ يا زحا. يما بتعملي ايه تحت السرير؟ بوضب بالكركبة جيلي تحت السرير. كركبة؟ اه. طب نامي يما الصباح رباح. اه ما انا هنام. نسيت افوت على خالتك سعدية اديها العلاج حبيبتي يا اختي. لا يما ما تقلقيش. انا فوت على خالتي اديتها البرشامة. بجد بجد انا بدي فيك الخير. اعمل ايه؟ ما هو اتصلك ما بقتيش مركزة. غير في الزبالة اللي بتلميها كل يوم من الشوارع. سيري يما لو انتي مفكره ان انا مش اخده البالي ان انتي كل يوم بتدوري تلمي لي زباله القطن من الشوارع وتيجي تدفيها لي هنا تحت السرير بس ورحمه ابويا يما ورحمه ابويا ما انا نايمه على المرات دي لما تتعمل وطي صوتك لا يما ما هو هتكوني مفكره ان انا نايمه على وداني اجيب لك منين حق القطن عشان اسطرك والمك ايه المك دي يما الهنا مبعتره مش مبعتره قاعده تحت الارض كل يوم تاني ظبطك بتتودودي انت وبسم النبي حارسه فيها ايه ياما مش خطيبي؟ خطيبك وانا موافقة يستحمل مصروفنا اجلس البلاني بل البلاني خلاص ياما بقى اجلس البلاني خلاص ياما والنبي اهي خلاص ياما طيب وحسك عينك حسك عينك اشوفك عيني مرة معايا على السلم ولا في الحارة ورحمة أمي لقطع خبرك انت وهو يما كل البنات بتجيب قطن نضيف سمعناش يعني عن حد لم القطن من الشوارع عشان يعمل بيه مرتبة ولا مخدة أنا عارفة يما إن ظروفنا وحشة بس أعمل إيه؟ نفسي يما انام على قطن ريحته حلو مش ريحته قطط ولا كلاب وبعدين يعني هو انت فاكر ان انا مبسوطه قوي مش احتضنك كل يوم في الشوارع وقعدتك في الارض وانت بتلمي لي القطن من الزباله فين يا ام؟ نايمة معايا جوه، ليه يا ابني؟ نايمة ايه؟ ده لسه شايفة بتبص بالشباك يا ابني يا حبيبي نايمة معايا جوه اهي تعالى شوف، احنا مش هنخلص من اللي في دماغك ده بقى مساء الخير يا ام مساء الخير، بقول لك ايه؟ في أكل عندك في المطبخ لو عايز تاكل لا أنا أكلت سندوتشين كبدة بره صباح على خير طب يا اخويا ربنا يقويك شايفه عمايل ابنك انا مش فاهمه بيشك فيا ليه هو انا بعمل ايه اصلا معلش
من اللي بيشوفه في الشغل. استحملي. استحملي؟ ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه ومع اصحابي. في ايه؟ هو انا عيله عندي 10 سنين؟ يا بنت ده كل يوم والتاني يجي يحكي لي على بلاوي بيشوفها في القسم وكلهم يطلعوا بنات جامعه. ما هو يا واثق فيا يا مش واثق، واذا ما كانش واثق المفروض بقى ما تعلمونيش وقعدوني في البيت. يا بنت اسكتي اسكتي ووطي صوتك شويه. ما هو خوفك ده ياما اللي مودينا في 60 داهيه. انت عايزه ايه؟ عايزاني يعني املك اضربهولك قلمين عشان ترتاحي؟ اتهدي واسكتي بقى. لا اضرب انا قلمين على وشي. تصبحي على خير. من اهله. صباح النور. بص يا ست سامي، ال 40 بتاع ابويا خلاص خلص وخدنا فيه الواجب وزياده. الله يرحمه ويرحمنا جميعا. الناس بقى بدات تلخبط وتلوك في الكلام وانت صغيره والناس لسانها طويل. قطع لساني اللي جيب سيرتك كلمه. هو ما حدش هيقول في وشك حاجه، واحنا ليه يا ست؟ ما نلمها. قصدك ايه يا اخوي؟ قصدي ان انت تلم هدومك انت وابنك وتروحي بيت اهلك. مصاريفك انت وابنك اللي هو اخويا الصغير هتوصلك لحد عندك. بتمشيني من بيت جوزي يا سعيد؟ الله، اما نمشي احنا. اما امرك عجيب. بقول لك الواد ابني كبر وشنبه بقى في وشه. افهمك ازاي؟ يا ست انا بحافظ عليكي وعلى شرف ابويا الله يرحمه في تربيته. بعدين يعني انت هتمشي وتسيبه ورثك؟ ابيع كل حاجه قبل ما يموت. واحنا اللي هنقوله هنعيده ولا كل شويه اطلع لكم العقود؟ لا يا اخويا ما تطلعش حاجه، ما دام ما احترمتش عظم التربه، اعمل اللي انت عايزه، واحنا لينا رب يسترها في الدنيا والاخره معانا. تمام، حديث صحيح. خدي وقتك ولم حاجتك وخلي بالك من نفسك. اي حاجه تعوزيها انت او ابنك اللي هو اخويا الصغير من العين دي قبل العين دي، الدم عمره ما يبقى ميه. عبدالله ايه اللي منيمك كده؟ قوم الا تتهوي. يا صبوحه صباح الخير. صباح النور. ايه اللي منيمك كده؟ بوت صوتك يا بنت الام تسمع. امك تسمع؟ ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ مفيش، امي طردتني من البيت. تقوم تنام كده؟ وانا انام فين يعني؟ اروح انام في فندق؟ او نمت وخلاص. ايه اللي معاك ده يا بنت؟ ده اكل هاكل بيه الفراخ. فراخ ايه؟ انا اولى من الفراخ. هات، انا ميت من الجوع. يا واد اكل بايت. بايت بايت، بقول لك بايت من الجوع. وانت بقى ايه اللي خلى امك تطردك؟ تلاقيك عامل لك عامله سودة. وسودة ولا بيضة؟ خدت شويه لمض من الشغل قلت ابيعهم، ربنا سترها. اللمض. اللمض دي اللي انا لقيتها في الكرتونه. وانا اقول ايه كل اللمض دي؟ هقول بقى انت شلت الكرتونه وحطيت اكل الفراخ، كان زمانك دلوقتي بزمان في ابو زعبل. يا لهوي، ليه؟ انا خدت الكرتونه باكل الفراخ وكنت مظبط مع واحد كهربائي عشان ابيعهم. واحد يعني مهموس جم قبضوا عليا. يا لهوي، امال ايه؟ بس في الاخر لقوا اكل حمضان. لعلمك بقى ده الواد نبيل. لا لا لا، ده واد تاني خالص. نبيل ده راجل. مين اللي بره؟ رد عليها. انا يا خالتي صباح بحط اكل الفراخ، عاوزه حاجه؟ اه يا بنت تعالي عايزاك. حاضر جايه اهو. ما تقولهاش ان انا نايم بره. ماشي. عشتيني يا بنت. انت اكتر. طب بقول لك ايه؟ مفيش قطه كده ولا حاجه. ما تلم نفسك. قطه صغيره بس. يا بنت. اوعى. حلاوتي. صباح الخير يا خالتي. يسعد صباحك يا اختي.
ها كش خير؟ عايزاكي. الواد عبد الله نايم بره؟ لا مش بره. انت بقالك ساعة قاعدة تتوشوشي تتكلمي معاه، ما تستهبليش عليا يا روح امك. ما هو اصل يا خالتي ولا اصل بقى ولا فصل، ما احبش الكدابين. خدي. خدي يا اختي 5 جنيه اهي، انزل اشتري له فطار، حته جبنه رومي على حته جبنه بيضة، شويه فول، اللي يفطر حار ونار في جدته. قال لك على المصيبه اللي عملها؟ اه قال لي يا خالتي. طب اسمعي بقى، انت هتبقي مراته والمره ضمير جوزها، اذا قبلتي يدخل جوفك ولا بيتك قرش حرام هتعيشي طول عمرك ندمانه وصدمانه. انا بقول لك اهو، لازم يعرف ان هو عمل عمله سودة محدش هيسامحه ولا يقبلها منه ابدا. فهماني؟ ايوه فهماك يا خالتي. يلا يا اختي يلا انزلي جيبي له الفطار، وما تقوليلوش ان انا اللي اديتك الفلوس. ها؟ ماشي يا خالتي. واسمعي بقى، تكدبيش عليا تاني يا روح امك، انا بقولها لك كلمه يحطيها حلقه في ودنك. ها؟ ده انا اللي مربيه يمك ومربياك. ماشي يا خالتي. حاجك اطمر رقبتك. انت يا بنت الخمسة جنيه دي على فكره يا بنت اكلك اتحسن، امسكي. سيبك بقى من مقوله الضمير بتاع امي ده، دي بقى قطه يا بنت. يا لهوي ايه يا بنت في ايه؟ مفيش حاجه يا خالتي، ده الديك بتاعك على الدنيا. ازيك يا ست صفيه؟ الحمد لله. لك انت ترقاها وانت واكل حق الغلابه. ايوه يا دكتور. دريت يا سيدي بالمصيبه اللي حصلت؟ الاخضر دخل جدول اول. عرفت؟ اعوذ بالله. هو انت يا اخي مفيش حاجه تستخبى عليك ابدا. طب اقول لك ايه؟ طالب منك خدمه. نزل لي كام واد كده من العيال بتوع الارياف يعسوا هناك، ها؟ يجيبوا لنا المتوفر قبل ما يوصلهم النشره. واللي يجي لك بس هاتهولي، مالكش دعوه، انا فلوسي حاضره. مع السلامه يا دكتور، ماليش بركه الا انت. سلام يا حبيبي. شكرا يا شوقي. الو. ايوه يا شوقي، وحشتني قوي يا ولا. ايوه يا عم، ازيك؟ عامله ايه؟ وحشتني قوي، وحشتيني. انت ما بتتكلمش ليه؟ لا يا عم، غصب عني يا عم. معلش قولي لي عاملة ايه؟ واختي عاملة ايه؟ وابوي عامل ايه؟ ده انا بحاول احنن قلب ابوك عليك عشان يرجعك. انا نازل يا زينب، عايز حاجة؟ عايز سلامتك يا اخويا. بالسلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. تلاقي حد من اصحاب شوقي سمع صوتي خاف يرد، ولا يمكن يا اخويا يكون شوقي هو بنفسه وخاف يرد عليك. خلاص، وبرد انت على التليفونات ما دام صوتي بقى يخوف. يا اخويا اذا كان عمل اي حاجه كده ولا كده سامحه عشان خاطري. بصراحه بقى البيت بقى وحش قوي من غيره، البيت ساكت على طول. هو كلمك في حاجه؟ لا،
ده كله فين وفين لما يفتكر ويكلمني؟ لما يفتكر؟ استغفر الله العظيم يا رب. أنا مش عارف الواد ده طالع كده لمين. يلا ربنا يهديه. يا رب. ادعي له يا أخويا. بدعي له يا أختي. ربنا يهديه ويهدينا جميعا. يا رب. أنا نازل. مع السلامة يا أخويا. بالسلامة. مصلحة عزب. يا عم أنت بتقول إيه؟ أنا ما صدقت ربنا سترها في موضوع اللومب ده. حط صوتك يا عم، قلب صوتك ليه؟ إنساني. يا عم المشوار المرة دي نضيف. نضيف إزاي؟ ما هو لو نضيف إحنا بنوطي صوتنا ليه؟ في 20 باكو، يعني هنجيب التاكسي اللي بتحلم بيه. مصلحة سهلة. عمك مصلحي عايز يعلم دورينه، معهوش رخصة. عايز حد بس يأمنه لحد ما يبني، وهو عارف الحقيقة هيرفع قضية وهتتحل بالفلوس وهيدفع. آه. طب والمطلوب ايه؟ هتتزرع قدام البيت لحد ما عمك مصلح يشاور رملته وطوبه واسمنته. خلاص الشيشه. خلاص يا لو حد عدى من الحي هيلاقيك قاعد هيمشي، بس انت بقى عليك تفهمهم ما يشوينوش، مواعيد المرور، يقفلوا الباب عليهم، يشتغلوا بالليل. اه طب وانا بقى هقعد قدام البيت ده بصفتي ايه؟ هات لك شيشه واقعد شوف لك اي حد صاحبك من السكان لغيف اي حوار. ده هم اسبوع يعلم الدورين ونقفش. لو رئيس الحي عدى، لو الحي هد الدورين هد معاهم. يلا هد معاهم صح كده بقى، يبقى مصلحه نظيفه. انت بقى هتعمل ايه في المصلحه النظيفه دي؟ انا من جوه بقى بمنع المرور. ما تصحى يا عم. يا عم خلينا نايم، احنا شغالين في النظيف. لا تنظروا الي هكذا، اني خائف. لست أنا الذي سحبت الخصية في أطفالكم وجعلتهم خصيانا، لست أنا الذي نبشت القبر. سوري يا جماعة، الكلام ده بقى تقيل عليا قوي. أسفين. هاتي لا، التغيير بيتعبني. إيه اللي جرالك؟ شايفك النهارده كده مش مظبوط. عندي احساس غريب، حاسه اني محكوم عليا بقضي فتره حبس. ايه احساس البساجين ده؟ بقالي 20 سنه بحضر ندوات وبقرا جبارة ولينين، زهقت. عادي جدا، كلنا بقينا كده. كلكم مين؟ انت بتريحني وخلاص. امال احنا بنيجي كل يوم جمعه هنا وبنتقابل ليه؟ بتتقابلوا يا اخويا عشان تفتكروا ذكرياتكم، واول ما بتمشوا من هنا كل واحد بيشوف حياته، محدش يتمسك بحاجه. يا سلام. بس بقول لك انت النهارده مش على بعضك. ما تشيلش في دماغك، انا ماشيه. ده موقف بقى. ولا موقف ولا حاجه، دي شحنه وطلعت عليك. هروح فين يعني؟ هتلاقيني متلقحه هنا الجمعه الجايه. بقول لك ايه، انا همشي من غير ما حد يحس. سلام. ماشي. مش طايق تقعد معايا حبتين؟ خلاص ايدك بتغلك على النت. انا مش قلت لك عايزك انا؟ طب هو انا قاعد معاك بقالي ساعه ما قلناش كلمه واحده. ومعنى هنقول اهو. بص يا كريم، البيت اللي ما فيهوش مرة يعاشي فيه العنكبوت ياكله. ابويا قال لي كده. مش فاهم يا رب. لا فاهم، فاهم وبتستعبط. اه عايزنا نتجوز يابا. انا ما بفكرش في الجواز. حد قال لك فكر؟ ما ان شاء الله ما فكرت. بس انا بفكر بقى. هاي هتتجوز عم بركه؟ ايه لا بتضحك على ايه؟ ايه شاكك فيا ولا ايه؟ لا يابا انت تمام زي الفل. انا بكبر يا كريم، والموت احنا اكتر ناس بنحس بشغلنا.
الموت ما بيخليش، ما فيش حد هيقعد. يا ربنا يخليك ليا، انت عارف يعني انا ماليش غيرك في الدنيا دي. بس انا بقى ناوي اجيب لك غير. اجيب لك اخ صغير كده تاخد بالك منه، انا لسه بصحتها لو اقدر برضه. طبعا عارف يابا، خلاص اتجوز اتجوز. لا شيخ، وانت تقدر ترفض؟ لا ايه، خلاص الدنيا تشالي بحالها ولا ايه؟ خلاص عم مبارك اتجوز على البركة. مبارك ايوه، التاريخ التاريخ على ابوك. انا يابا والله ما اقصد. بص بقى ايه، انا ناوي اعمل ايه؟ هجيب حته بيت من البلد، لا ليها في الطور ولا في التحليل. اي يعني تغسل لنا غياراتنا بدل ما هي مقايحه على جتتنا كده، وتعمل لنا لقمه حلوه بدل الكشري اللي هرب بطننا. خلاص عم مبارك اللي يريحك. لا من ناحيه تريحني، هو هيريحني بصراحه. انا كبرت. انا خلاص كبرت. مين يا ابو كريم؟ ده لو والله عامل لك فرح تحلف بيه الحاره كلها. النبي ايه. في ايه يا ولاد؟ خلاص يا ولاد، بدل ما غز المطبخ بطل. لا